يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقنقه. النهارده هنعمل مع بعض بايتس الجبنه الحلوم، هنعملها كريسبي كده وبصوص سويت اند سبايسي، وبعد كده هنعمل كوكتيل الجوافه. طيب ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا حته حلوم على بعضها، عندي بابريكا وتشيلي فليكس او فلفل احمر مجفف مجروش، عندي بارميزان، وعندي شويه من زيت الزيتون، عندي هنا بيض وكورن فليكس يعني اللي هنعمل بيه كوتينج، وعندي سمسم وعسل وشويه من ورق النعناع. طيب على طول كده عايزين نقطع الجبنه بتاعتنا، ونفس الوصفه دي تنفع مع الجبنه الحلوم، تنفع كمان مع الجبنه الفته. نجيبها كده حته على بعضها، هنقطع خلاص قسمنا الجبنه. هنعمل بقى ايه؟ خلطه كده، نجيب البارميجان ده هنزل بيه على الكورن فليكس، هجيب بابريكا، شويه من الملح، وشويه من الفلفل الاسود. خلاص نقلب الكلام ده كويس قوي. نجيب البيض، ناخد المكعبات بتاعتنا، ننزل البيض الاول على طول على الميكس بتاعنا، نغطيها كده كلها، نديها ضغطة بس اهو على جنب، واحدة كمان اهي. انا عملت شوية دخلتهم التلاجة، هنطلعهم دلوقتي. ادخلها التلاجة بس عشان ايه؟ تمسك في نفسها كده على قد ما اقدر وتخش. احنا عايزين يا دوبك هنسيب بس الكورن فليكس او الطبقة اللي احنا عملناها دي اللي تاخد اللون، وبعد كده هنطلع على طول من الفرن. خلاص طيب زي ما قلت لكم اهو، هجيب صينيه فرن وعليها شبكه كده عشان عايز الحراره تبقى بتوصل من كل ناحيه. هنوزع هو سايب مسافه بينهم من بعض زي ما بقول لكم عشان الحراره تخش لها من كل ناحيه فتستوي في نفس الوقت، ما نحتاجش ان احنا نقلبها في نص الوقت. هناخد الصينية بتاعتنا وعلى الفرن درجة حرارة 200، هنسيبها. انا بقول لكم احنا كل اللي محتاجينه، بصوا اهو احنا كل اللي محتاجينه بس ان هي تاخد لون من بره وتبقى كده تمام. وهنعمل لها بقى بعد كده الصوص، هي الفكرة كلها في الصوص اللي هنعمله في الاخر وهنغطيها بيه هو والسمسم. خلونا نطلع اخطف فاصل على ما تخلص الجبنه الحلوم بتاعتنا ونرجع نقدمها ونعمل المشروب. ما تروحوش في حته. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل. قبل ما نطلع فاصل عملنا الحلومي بايتس بتاعتنا ودخلناها الفرن، هنعملها دلوقتي الصوص قبل ما نطلعها. هرفع كده الكاسرولة بتاعتي على النار على طول، العسل
وهنزل فيه بالتشيلي فليكس، وهنزل كمان بشوية من السمسم. بص هسيب بقى الكلام ده يسخن مع بعضه. تعالوا نبص كده، بص على البايتس بتاعتنا. بصوا خدت بقى اللون اللي بقول لكم عليه، تاتش الحروقة ده. تعالوا بصوا كده، هو ده. طلع البايتس بتاعتنا، عظيم جدا. على ما الصوص بتاعي يسخن بس عايز اقلبه. بصوا خلطت العسل بالسمسم والتشيلي فليكس. على طول بقى عايز اعمل ايه؟ هجيب بوله وهنزل بالايه؟ بالعسل بتاعي. بص هدي له فرصه كده يهدى شويه. نصهم وطالع بقى ايه مقرمش كده ودافي، هينزل عليه دلوقتي اللي هو المسكر بالسبايسي، وهنقطع له كمان شويه من النعناع الفريش نحطه عليها، يبقى خطير بقى. الريحة بتاعت الحلوم لما تخش الفرن خطيرة. ماشي، ودول بتوعي بقى اللي على جنب دول. هاخد العسل خلصه كله. لو عندنا وقت عايزين نسيب العسل يبرد وننزله كده بعدها اعمل كده، ما عندكش هننزل كده على طول اهو. هو لما يبرد هيمسك لوحده ويلزق تاني. اخر حاجه ورق نعناع، شويه كده مع بعض. ناخد النعناع ننزل كده ونبقى عملنا مع بعض الحلومي بايتس بالعسل والتشيلي فليكس. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل كوكتيل الجوافه، ومختلف ان احنا هنعمله بلبن جوز الهند. فعندي شويه من الجوافه الفريش، عندي لبن جوز هند، وعندي عسل، ممكن يبقى سكر لو حابين. عندنا شويه ايس كريم ممكن نحطها، والجوافه كمان مفرزها عشان يبقى الكوكتيل برده سائع كده ولذيذ. على طول
جوافة، عسل، أخيرا هندبة. وندي ضربة. حلو قوي. ننزل بباقي اللبن وندي ضربة كمان. حلو قوي. على طول السكر بتاعه. هاتنا ونبقى عملنا كوكتيل الجوافة، عملناه بلبن جوز الهند، وعملناه مع الحلومي بايتس بالعسل والشطة. ونبقى كده وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة. نشوفكم الحلقة الجاية. متنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.